شواطئ ومياه دولة قطر، على صغر مساحتها وقساوة مناخها، ملاذ مجهول وغير مألوف لعديد الكائنات النادرة والمهددة بالانقراض. والتي اختارت التجمع بأعداد كبيرة في مياهها وعلى شواطئها. ليس هذا كل شيء، ففي شتاء سنة 2020 وبعد 5 سنوات من التعقب، التقطت كاميرا درون صوراً تظهر تجمعاً ضخماً لكائن بحري يكاد يجهل العلماء عنه كل شيء. آخر مرة شاهد فيها فريق علمي تجمعاً لهذا الكائن تعود إلى 30 سنة. لغز تجمع هذا الكائن النادر والخجول انكب على حله فريق من العلماء والخبراء من مركز إكسن موبيل للأبحاث في قطر، في شراكة مع وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر. على مدى 5 سنوات رافقنا فريق العلماء والخبراء في رحلة بحثية شاقة وفريدة لفهم وحل لغز تجمع أبقار البحر في قطر. في شتاء سنة 2015 انطلقت مغامرة البحث عن الكائن الخجول. استقل فريق علمي مشترك بين وزارة البلدية والبيئة ومركز إكسن موبيل للأبحاث بقطر طائرة عمودية في رحلة استكشافية أولى، حالهم كحال من يبحث عن إبرة في البحر. صعوبة المهمة لم تنل من معنويات الفريق، لم يفارق أعينهم سطح البحر بحثاً عن أي دليل أو إيحاء أو إشارة تثبت وجود الكائن الخجول، لتتوج جهودهم بإطلالة خاطفة لم تتجاوز بعض الثواني لأم ورضيعها. لقد وصل الكائن الخجول من دون أي شك. Well, this is my first time seeing them from the helicopter. It's really a good feeling. There's quite a few out here, I think. So it just makes me feel happy to see these animals in the wild doing what they're supposed to do. Right now, this is the earliest that we've seen them in the winter season. And so what we're trying to do is just figure out when they arrive at this area. So they're here now. Right now, we don't see them in big groups. So perhaps they're just beginning to arrive. الكائن الخجول الذي يسعى الفريق العلمي لدراسته ينتمي إلى عائلة الخيلانيات سيرينيا، وتعني عروس البحر باللاتينية. والخيلانيات هي ثدييات بحرية عاشبة تنقسم إلى فصيلتين، الخرفان والأبقار. خرفان البحر أو مناتي بالإنجليزية تنقسم إلى 3 أنواع: خرفان البحر الهندي الغربي، وتعيش في البحر الكاريبي على طول السواحل الشمالية الشرقية لأمريكا الجنوبية والشواطئ الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية. خرفان البحر الأمازوني، وتعيش في أنهار الأمازون. خرفان البحر الإفريقي، وتعيش في مياه غربي إفريقيا. أما أبقار البحر أو أطوم البحر دوغونغ فتنقسم إلى نوعين. النوع الأول انقرض من على وجه الأرض في القرن 18 واشتهر باسم بقرة البحر ستيلر، نسبة إلى عالم الطبيعة الألماني يورك ستيلر الذي اكتشفها بمحض الصدفة سنة 1741 في مضيق البيرينغ بين ألاسكا وروسيا. بقرة البحر ستيلر
كما تظهرها بقايا هيكلها العظمي، كائن عملاق قد يصل طوله إلى 9 أمتار ووزنه إلى 9 أطنان. 4 عقود بعد اكتشافها انقرض هذا النوع من أبقار البحر جراء الصيد الجائر. أما النوع الثاني والذي يعد مهدداً بالانقراض، فهي أبقار البحر المتواجدة في المياه الساحلية الدافئة في المناطق الواقعة بين شرقي إفريقيا وأستراليا، بما فيها البحر الأحمر والمحيطان الهندي والهادي، وكذلك في الخليج العربي، حيث توجد منذ قرابة 7500 سنة. شواطئ الساحل الغربي لدولة قطر ستقدم دليلاً إضافياً وحاسماً على بداية توافد أبقار البحر. دليل مؤلم يحبذ فريق الخبراء الاستغناء عنه. مع بداية فصل الشتاء، تشهد السواحل الغربية لدولة قطر نفوق العشرات من أبقار البحر. فرق مختصة تقوم بمعاينتها وتحديد مواقع دفنها لهدف دراستها لاحقاً. It should only be about a half a meter down, so just be a little careful as you go down, because if you, you hit something hard, it probably should be the... I just felt something with the tip. Okay, so this is most of it. So what we're really trying to do is get age, length, and then the reproductive stage. So we get these very detailed charts about how old is the animal and how big is the animal when they start having calves. And that's really important in terms of population biology and conserving the population of animals and knowing how to manage them. And what I learned is we don't know much about them. And so I decided then and there I was going to provide new information to the field and study these animals, because nobody seemed to be doing that, even in the U.S. نقص كبير في الأبحاث العلمية المتعلقة بأبقار البحر على مستوى العالم، على الرغم من أنها كائنات تكاد تكون أزلية على وجه الأرض. فإذا كان تاريخ ظهورها في الخليج العربي يعود إلى 7500 عام، فإن تاريخ ظهور العائلة التي تنتمي إليها، أي الخيلانيات، فيعود إلى قرابة 60 مليون عاماً في القارة الإفريقية. على عكس ما يتخيله الكثير، فإن الخيلانيات لا تنتمي لنفس عائلة بقية الثدييات البحرية كالحيتان والدلافين. بقرة البحر في الواقع ابنة عم الفيل، فكلاهما ينتمي إلى عائلة الوحشيات الإفريقية والتي تنحدر من نفس السلف الأول. حيوان بدائي من فصيلة الوبريات، لا يكاد حجمه يتجاوز حجم الأرنب. ملايين السنين من التطور والتأقلم فصلت بين أبناء العم لتختار الفيلة الأرض اليابسة، بينما ستحبذ أبقار وخرفان البحر العيش في الماء. المتمعن في الكائنين سيلاحظ عديد القواسم المشتركة كالجلد والشعر والأنياب. تعود آخر مرة شوهد فيها تجمع كبير لأبقار البحر في المياه القطرية من قبل فريق علمي إلى 30 سنة. What's really interesting about this place and what's happening here is dugongs usually don't aggregate like this. You see something like that happen in manatees in cold weathers, but not dugongs. So the first report of this group 30 years ago, it was the largest single herd of dugongs in the world. And so Qatar is really important in that regard for dugongs.
يعي الفريق العلمي جيداً أن الخطوة الأولى لفك لغز أبقار البحر هي العثور عليها في هذه المنطقة الشاسعة من الساحل الغربي لدولة قطر. أمام صعوبة الرهان يرحب الفريق بأي نوع من المساعدة. هلا، اخباركم؟ خالد، ما شفتوا بقر بحر في هالمنطقة من قبل او شيء؟ والله تقريبا اليوم ما شفنا شيء ولا جاي. قبل شفت صوب الجنوب، صوب كلمة، وصوب المنطقة الثانية يعني. اي بس هالصوب ما شفت شيء. ها الصوب صار لي هالكم يوم. اوكي، خير ان شاء الله. زين خالد الشيخ، الله يخليك، اذا شفتوا اي شيء ممكن تبلغونا. انت عندك رقمي؟ بلغنا ان شاء الله، احنا عشان عندنا دراسة عليهم. الله يسلمك، الله يوفقكم ان شاء الله. الله يوفقكم. بعد قرابة الشهرين من بداية المهمة البحثية، لم ينجح الفريق العلمي إلا في معاينة بعض أبقار البحر النافقة. لا شيء يبشر في الأفق. You know, we can't make an appointment with dugongs. They don't keep their appointments. And so you just have to go out and look, and sometimes it'll take several hours. So patience is the key here. When they want to leave you, they leave you. انقضى شتاء عام 2015، وتبخرت معه آمال الفريق العلمي في العثور على أبقار البحر. خرفان البحر، وخاصة المتواجدة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، اعتادت تواجد البشر في محيطها الطبيعي لتصبح كائنات شبه أليفة. على عكس أبقار البحر، وخاصة المتواجدة في الخليج العربي والتي تخشى الإنسان وتحبذ الابتعاد عن أي مصدر للإزعاج، كل محاولات الفريق العلمي والتلفزي والتي استعملت فيها كل المعدات التقنية المتاحة من طائرات درون والكاميرات المائية ذات التحكم عن بعد باءت بالفشل. أمام استحالة الاقتراب منها وتصويرها، قرر الفريق العلمي في شراكة مع تلفزيون قطر تجسيد بقرة البحر القطرية افتراضياً بتقنية الأبعاد الثلاث، بناءً على معلومات دقيقة تحصل عليها العلماء من خلال دراسة جينات وهياكل أبقار البحر النافقة. أليكس، إخصائي الرسوم الثلاثية الأبعاد في تلفزيون قطر، كان قد تنقل قبل ذلك إلى مقر ماركس إكسن موبيل للأبحاث بقطر لتصوير هيكل عظمي لبقرة بحر وللاستفسار حول أهم خصائص الكائن. ساعات طويلة من العمل كانت ضرورية لإعادة تجسيد دقيقة وعلمية لبقرة البحر. إنجاز تكنولوجي يعد الأول من نوعه في العالم، سيسهل على الخبراء وطلاب الجامعات المتخصصين في علوم الأحياء البحرية وكذلك عامة الجمهور التعرف على أبقار البحر في أدق تفاصيلها. الطريق إلى فك لغز تجمع أبقار البحر طويل وشاق، كالطريق المؤدية لمنطقة أم الماء على الساحل الغربي لدولة قطر.
لم يوفق الفريق العلمي على مدى 4 سنوات من الطلعات البحرية المتكررة في فصل الشتاء من حل لغز تجمع أبقار البحر. في مطلع سنة 2020 كان لابد من تغيير استراتيجية العمل. بدعم من وزارة البلدية والبيئة وبالتعاون مع مركز إكسن موبيل للأبحاث بقطر وجامعة قطر، رسمت استراتيجية جديدة بإمكانيات مالية ولوجستية أوسع، ويقع الاتفاق على تخصيص محطة أم الماء التابعة لمحمية الريم كمحطة علمية دائمة لحماية ومراقبة أبقار البحر. الحين إن شاء الله إحنا بنسوي فريقين، أنت وأبو محمد تكونوا مع بعض، وإن شاء الله تبدون من جنوب عشيرك، وبنسوي اللي هو كشخيط اللي هو كل كيلو بنسوي قطاع يعني. إن شاء الله. إيه إذا لقيتوه على طول اتصال وبيدزلنا اللوكيشن بنجيكم. وإحنا بنبدأ إن شاء الله من الجنوب، وإذا لقينا بعد بنتصل لكم وبنتلاقى إن شاء الله. إن شاء الله. موسم جديد وروح جديدة للفريق العلمي الذي شهد بعض التغييرات، أهمها التحاق الدكتور محسن عبد الله اليافعي المتخصص في العلوم البحرية والمدير السابق لمركز الدراسات البحرية بجامعة قطر. انتداب هام نظراً لما يمتلكه الدكتور محسن من خبرة واسعة على غرار مساهمته في برنامج حماية السلاحف البحرية الذي كان أحد أبرز الساهرين على إنجاحه. طبعاً المكان هذا معروف سابقاً من أماكن التجمع، وتم رصدهم في سنوات سابقة يعملوا اللي هو تجمع، يعني خلينا نقول الرئيسي لهم، يتجمعون في المنطقة وغالباً يكون في هذه الفترة من السنة. ولكن هذا التجمع محدود جداً، يعني ممكن يكون مرة أو مرتين في السنة، بعدين تنتشر في المنطقة. عادةً هي تعيش يعني بأعداد قليلة، يعني من 3 إلى 4، ممكن 10 ممكن في جروب واحد ثم تختفي. احنا طبعا بالحظ ما في عندنا اجهزه مثبته عليهم، فنعمل نوع من السيرفي اللي هو عمليه احنا نسميها تمشيط او عمليه قص اثر يعني. فاليوم محظوظين عندنا قاربين، قارب يشتغل في شمال المنطقه واحنا نشتغل في جنوب المنطقه. في نفس الوقت يستعد كل من جوش وإسماعيل من مركز إكسن موبيل للأبحاث بقطر لاستكشاف المنطقة الشمالية للساحل الغربي بهدف دراسة البيئة البحرية لأبقار البحر. What we're going to do on the boat is teach you a little bit about the underwater plant life and the biology that supports these beautiful animals, and hopefully you'll learn something there. تتميز هذه المنطقة الشاسعة بوفرة الأعشاب البحرية، الغذاء الوحيد لأبقار البحر. So seagrass is very important to the dugong. In fact, probably the most important thing to keep them alive. And so the nice thing about Qatar is that we have a strong density of seagrasses here in several locations. And the location that we're in currently does have a high density of seagrass, which we'll be able to understand a little bit better once we dip this thing in the water. Okay, so this is called a Van Veen grab. And typically what it's used for is to take samples of sediment. يعني احنا انا قلت لك المنطقه هاي تعتبر منطقه نسميها منطقة مخضرة طول السنة، يعني نحن ما نتوقع أن مثلا في فصول أن
هي الأعشاب البحرية تموت وتعيش لها، هي موجودة طول العام. تعتبر منطقة غنية، يعني أنا أعتبرها من مناطق الغابات، بس غابات تحت الماء مو فوق الصحراء أو شيء. وإحنا حسبنا تقريباً المساحة الإجمالية اللي الأعشاب البحرية تغطيها في دولة قطر تقريباً في هالمنطقة، حسبناها تقريباً 400 كيلو متر مربع، فتعتبر منطقة جداً كبيرة، وأعتقد بتساعد مساعدة كبيرة أصلاً في التوازن والحفاظ على تغير المناخي. في هالموقع لقينا الثلاث أنواع كلهم، هاي الهالودلا، نوع من الهالودلا من الأعشاب البحرية، وهاي الهالوفيلا، وهاي بعد نوع من الهالوفيلا. الأعشاب البحرية تعتبر من المناطق المهمة، لأن تعتبر مناطق حاضنة لليرقات، بعض الأسماك تبيض والأسماك تتغذى عليها، ومثل ما نعرف أبقار البحر بعد يعتبر المصدر الأساسي لغذائها. تحتاج بقرة البحر البالغة ما بين 30 إلى 40 كيلوغرام من الأعشاب البحرية يومياً، مصدر هام ووحيد للطاقة والنمو. تعودت أبقار البحر استغلاله بطريقة ذكية. Seagrass is primarily made up of cellulose, lignin, and fiber, and really the only thing that's worth anything to the dugong as an energy source is the cellulose. And so, dugongs typically will eat a patch of seagrass and then move to the next patch of seagrass, and then to the next patch of seagrass. And after time, this first patch of seagrass that it actually ate will come back with a higher cellulose content, which is more nutritional for the dugong itself. So they've figured out a way to kind of cultivate their own food to maximize their energy. في المنطقة الجنوبية للساحل الغربي، يواصل الدكتور محسن عملية البحث عن الكائن الخجول وسط مياه هادئة. ما نبغي نفقد الموسم، احنا للاسف مرتبطين ايضا بحاله الجو، يعني الاسبوع القادم على طول بيكون رياح، الاسبوع السابق كان كله رياح، فاحنا مجبورين نجي في اوقات معينه من السنه. فهذه الاوقات المعينه قد انت تضطر تاخذ اجازه من عملك، قد تضطر انك تلقي شغل انت مرتبه من السابق، ممكن ما تسافر في هذه الفتره لاي سبب حتى لو كان عمل. فهذه الاشياء الضغوط اللي احنا نواجهها في الدراسه هذه. خطاب بمثابة تنبيه من الدكتور محسن للفريق العلمي والتلفزي على حد السواء، ليكون الجميع على أهبة الاستعداد في الأيام القادمة التي ستشهد حتماً تجمع أبقار البحر. مع بداية شهر فبراير سيتعذر علينا ركوب البحر بسبب سوء الأحوال الجوية، ليواصل فقط فريق مصغر من مراقبي البيئة الطلعات البحرية اليومية لتعقب أبقار البحر. كان علينا البقاء في حالة تأهب قصوى في انتظار اتصال هاتفي في أي لحظة يحمل الخبر السار. السلام عليكم أستاذ مكرم، كيف الحال؟ إن شاء الله مرتاح. أستاذ مكرم، إحنا حصلنا بقر البحر، إذا ممكن بس تجيبون معدات التصوير وهاي عشان احنا بننتظركم وبنروح لهم إن شاء الله. الجروب كامل موجود في المنطقة بس احنا في انتظاركم. بعد 5 سنوات من الانتظار يبدو أن أبقار البحر ستسمح لنا أخيراً بحضور تجمعها السنوي، لنكون بذلك من المحظوظين القلائل على وجه هذه الأرض ممن قد يتمكنون من مشاهدة هذا الحدث الفريد والنادر.
جيت. يلا سلام عليكم. باشا باشا نورتونا نورتونا. ناطر عروسة 5 سنين. أنا ومكرم كنا كانت شعورنا بيضة سودة صرنا بيض. يوم استثنائي لكل أعضاء الفريق خصوصا إسماعيل القلب النابض للفريق العلمي الذي سخر كل وقته وجهده للمهمة البحثية منذ سنة 2015 لتصبح أبقار البحر جزءاً من حياته المهنية والخاصة. ويتذكر أفراد الفريق العلاقة الخاصة بين رضيعة بقرة البحر التائهة التي وجدها إسماعيل وأطلق عليها اسم زيتونة، والتي رفض التخلي عنها محاولاً الاعتناء بها لمدة أشهر عديدة بالرغم من وعيه أن إنقاذ عجول البحر اليتيمة مهمة مستحيلة. اليوم تتوج جهود إسماعيل وبقية أفراد الفريق بالعثور على تجمع أبقار البحر الذي يمثل كنزاً ثميناً من المعلومات التي ستساعد حتماً على فهم حياة وعادات أبقار البحر. كان رايحين بهذا السوق بعدين حركوا بهذا السوق. احنا مثل ما نلاحظ بالدرون الحين ان نشوف يمكن يكون القائد لانه هو يعطي الاشاره عشان تغيير الاتجاه. وطبعا لاحظ هنا حتى في الصور ان دائما بقره البحر مع العجل مالها دائما مترافقين على طول، حتى هي لما تغطس يغطس معاها، لما تطلع يطلع معاها. تلد انثى بقر البحر عجلا واحدا بعد حمل يدوم لمدة عام، وتبقى الصغار مع أمهاتها لقرابة 18 شهراً. أما عن حياة أبقار البحر فتمتد إلى حوالي 70 سنة. صور الدرون ستمكن الفريق العلمي أيضاً من تعداد أبقار البحر المتجمعة، وذلك باعتماد طريقة علمية دقيقة. قرابة 700 بقرة بحر تجمعت هذه السنة في المياه القطرية، تجمع ضخم ومبهر يخفي حقيقة مؤلمة تتعلق بتراجع أعداد أبقار البحر حول العالم. وإن اختلفت حدة التراجع وأسبابه من منطقة إلى أخرى، يبقى المتسبب الأول والوحيد في ذلك نحن البشر. بالرغم من منع صيدها والاتجار بها دولياً، لا تزال أبقار البحر عرضة للصيد الجائر من أجل لحومها في عديد المناطق حول العالم. في الخليج العربي أبقار البحر أكثر حظاً، حيث لم يتعود سكان المناطق الساحلية صيدها وأكلها، إلا أن ذلك لا يعني أنها لا تتعرض لأخطار أخرى تهدد حياتها. باعتبارها ثدييات بحرية، فإن أبقار البحر قادرة على حبس أنفاسها لمدة تتراوح بين 6 إلى 11 دقيقة، مدة زمنية تمكنها من البقاء في قاع البحر للتغذي، لتتوجه بعد ذلك إلى سطح الماء لاستنشاق الهواء من جديد. عملية الصعود إلى السطح قد تكون كارثية لأبقار البحر إذا ما اعترض طريقها عائق ما كمحركات السفن أو شباك الصيد. ممكن ان احنا نلاحظ يعني سنويا مئات منهم يصلوا ميتين نتيجه شباك الصيد، السفن، القوارب والتلوث و و و. فانا متاكد اعدادهم انخفضت من ارقام يعني عشرات الالاف. انا اتوقع الان يمكن نتكلم في الخليج لا يتعدوا يعني 2000 و 3000. هنا في المنطقه هذه يمكن 600 ل 700 متواجدين. منطقه ما بين قطر والامارات يمكن 1000 وحاجه. فهذه الاسباب خلت اعدادها على مستوى العالم في تناقص. ما تتعرض له أبقار البحر
هو جزء مما تتعرض له الحياة البرية والبحرية بصفة عامة حول العالم. وفق تقرير للصندوق العالمي للبيئة، تراجعت أعداد الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك بنسبة 60% خلال 50 سنة الأخيرة. إذا استمر الحال على ما عليه، فإن مستقبل الحياة على الأرض في 50 سنة القادمة سيكون قاتماً حسب أغلب العلماء، لتصبح بذلك أجزاء كبيرة من الأرض غير قابلة للعيش. تسلسل درامي ذو اتجاه واحد يلوح في الأفق، قد يكون غير قابل للعكس إن لم تستفق البشرية من سباتها. رغم قتامة المشهد يبقى الأمل جائزاً، فصوت الحكمة الخافت بالأمس أضحى اليوم عاليا. اليوم تشهد محطة أم الماء إحدى بوادر هذه الاستفاقة، حيث يحرص السيد صالح حسن الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة على المساهمة شخصياً في تهيئة المحطة البحثية الدائمة. مشهد فريد وواعد تتحد فيه جهود الدولة مع جهود إحدى أكبر الشركات في العالم من أجل حماية أبقار البحر وبيئتها البحرية. انقضى فصل الشتاء وتفرقت أبقار البحر ليجتمع فريق المحطة البحرية لحماية ومراقبة أبقار البحر في مقرهم الجديد لتقييم الموسم المنقضي. قطر الحمد لله منعت صيد الربيان اللي هي الكرافات، وما في عندنا تجريف للقاع أو تدمير، لكن شفنا بعض الفيديوهات اللي منتشرة على السوشيال ميديا للأسف كثير منها تقع في شباك الصيد غصبا عن الصياد، الصياد مش هو قاصد يصيدها، لكن قد تقع. احنا نحاول ان نشوف طريقة ان لا تقع في الصيد، او ان يمنع الصيد في مواسمها اللي فيها كثافة لهم. ان شاء الله. إصرار كبير على حماية الكائن الخجول وحماية بيئته، إيمان نابع من القناعة الراسخة بأن مستقبلنا ومستقبل أبنائنا مرتبط ارتباطاً عضوياً بمستقبل كوكبنا الأرض.